لما نيجي نتكلم على الانفايرمنت الموجوده جوه المستشفى، ممكن ان احنا نقسمها لحاجتين اساسيتين جدا، حاجه بنسميها كلينيكال انفايرمنت وحاجه بنسميها الفيزيكال انفايرمنت. الكلينيكال انفايرمنت هي عباره عن الكومبلكس سيستم اوف ميديكال اند سبورت بيرسونال بيشنتس اند ا لارج نمبر اوف ديفرنت ميديكال ديفايسز، يعني عباره عن الستاف والمرضى والاجهزه الطبيه، وبتبقى كاركترايزد بانتر بروفيشنال انتر بيرسونال ريليشن شيبس اند كوميونيكيشن، يعني بتتميز بمجموعه من العلاقات المهنيه والشخصيه بين الناس وبعضيها، بيبقوا عارفين بعض كويس، بيبقوا شغالين مع بعض في بطريقه معينه، بيتعاونوا في حاجات معينه في الشغل. بيبقى طبعا الحاجات دي بتبقى يعني مهمه جدا، عشان بتكاركترايز الكوميونيكيشن اللي بيحصل بين الاشخاص وبعض في المكان دوت. بيبقى فيه باك جراوند ونوليدج وكالتشر واكسبيرينس للبرسونال الموجودين دول والمرضى برضو في نفس الوقت. دي برضو بتبقى بتدي كاركترستكس معينه او كاركترستكس معينه للانفايرمنت الموجوده دي، يعني مميزه جدا ان انا مثلا ابقى عارف الاكسبيرينس بتاعت البرسونال بتاع الميديكال هيلث كير برسونال يعني عامله ازاي، لان هم بيتعاملوا بطريقه مختلفه عن بره. لو احنا حد فينا دخل جوه مستشفى بيحس ان الانفايرمنت اللي جوه مختلفه، التعامل بين الناس بيبقى بطريقه مختلفه، فدي برضو بتميز الكلينيكال انفايرمنت الموجوده جوه المستشفى. بتكلم على الفيزيكال انفايرمنت بقى، لا بتكلم على الحاجات بقى اللي هي اللي غير كده في المستشفى. بتكلم على البيلدينج اللي هو المبنى، على اليوتيليتيز، بتكلم على الميه ولو في غاز والحاجات دي كلها، الحاجات اللي موجوده جوه المستشفى. الفيزيكالي هوست ذا كلينيكال انفايرمنت، يعني الحاجات دي هي عباره عن كل الحاجات الفيزيكال اللي جواها بقى الكلينيكال انفايرمنت دي. بنتكلم على عامة الكلينيكال انفايرمنت عامة، يعني يوجوالي هاف very specific medically related physical subsystems زي مثلا medical gases, special air conditioning, air filtering and sterilization equipment. يعني ال physical equipment او physical environment دي يعني ما هياش زي ال physical environment في اي مكان تاني، لا فيها مجموعة حاجات متخصصة شوية زي شبكة الغازات الطبية، زي التكييف اللي هو بيبقى له طبيعة خاصة، وطبعا بيبقى لازم يبقى فيه طبعا air filtration عشان برضه يبقى فيه تنقية للهواء، لو كان في biological hazard ولا حاجة يبقى برضه فيه شكل من الاشكال التعقيم بيبقى موجود. طبعا في ستيريلايزيشن اكويبمنت، في حاجات مختلفه موجوده في الفيزيكال انفايرمنت في المستشفى مش موجوده في اي اماكن تانية.